واقفين مازال ما كيشتغلوش. فكنا عندنا واحد البروتوكول ثاني ديال الداخليه باش حنا على الاقل نستغلوا واحد 50 شخص ولا 100 شخص اللي يمكننا نديو داك العز ديالو الحق ديالهم المغربيه. وهذا القطاع هذا اللي معروف فيه هذه كانت ندوة بمناسبة مرور سنة على بدء هذه الإجراءات التدابير الاحترازية اللي كانت تفوتت ما بين تقليص بساعات العمل إلى الإغلاق الكامل مثلا بالنسبة للمقاهي والمطاعم، وأيضا حتى تمويل الحفلات، منع التجمعات، ما بقاش الناس قادرين يرجعوا للخدمة. في هذه الندوة تم استعراض واحد العدد ديال المعطيات على القطاع اللي اليوم وكتزيد تزكيه المندوبيه الساميه التخطيط اللي كتكلم على اكثر من 30% من المقاولات العامله في القطاعات ديالنا اللي توقفات على العمل. هذه الوضعيه هذه كتعني توقف ديال لا المقاولات ولا كذلك فقدان واحد العدد كبير ديال مناصب الشغل. ايضا تحدثنا على الوضعيه ديال المقاولات العامله في هذا القطاع في الظرفيه ديال ما عندهاش رؤيه ديال العمل بالنسبه لشهر رمضان ومن بعد رمضان، واش غادي يخدموا هاد الناس ولا ما خدموا شيء. والجميع حنايا كنتكلموا كنقولوا باننا حنا ملزمين ان نحترموا التدابير الصحيه، لان هذه صحه المواطن فوق صحه فوق جميع المصالح. لكن في نفس الوقت كناكدوا ان واحد العدد كبير من المقاولات ما يمكنش لها تؤدي الاجره ديال العمال ديالها الى ما قدرتش تخدم، خاصه وان هذه القطاعات بالنسبه للمقاهي والمطاعم كتخدم غير بالليل. ايضا استعرضنا الوضعيه اللي وصل لها الممولين الحفلات اللي كيطالبوا باش يرجعوا وفق واحد البروتوكول صحي يحترم التدابير الاحترازيه ولكن يرجعوا للحياه، يرجعوا للعمل، لان اليوم الوضعيه ديالهم تجاوزوا سنه. الاجراءات مشكوره الدوله ولجنه القياده اللي سناتها في الاول ديال الجائحه، لكن كنذكروا ان هذه الاجراءات فما كتواكبش سنه ديال الاغلاق ولا سنه من التدابير، فهي كانت اجراءات خاصه بهذيك 3 شهور ديال الاغلاق. فاليوم هذه الاجراءات كتجاوز سنه، اذا اليوم خصنا اجراءات مواكبه وتكون سريعه وفعاله والتنزيل ديالها يكون سريع باش نقدروا لا من ناحيه العمال. وايضا اليوم كنطالبوا صراحه باجراءات مواكبه للمقاوله العامله في القطاع، لان الا كان في الفتره الاولى كان اجراءات بالنسبه للعمال، اليوم حتى هذيك المقاولات وحتى هذاك رب المقاوله ما بقاش يقدر يسير هذا الاغلاق وهذا التدابير الاحترازيه، خاصه ان العدد كبير من المقاولات العامله في القطاع هي عباره عن مقاولات صغيره وجد صغيره والامكانيات ديالها محدوده جدا. اليوم هذا قطاع جد مهم في المغرب، كيشرف المغرب، لكنه الى وصل الى بقى في هذه الظروف فغادي نشوف واحد العدد كبير. الى اليوم كنتكلموا على 30، فما غاديش نستغربوا الى من بعد شهر ولا شهرين غادي توصل النسبه لواحد 50% ديال الاغلاقات. اذا شحان الوقت للعمل لتفاعل سريع مع هذه القطاعات ديالنا. باش يناقش معكم واحده من هذه النقاط ممكن لكم تطرحوا عليها الاسئله اللي في الاعلاميه معكم الحسن الدوش الكاتب العام للفيدرالية المغربية للحفلات اللي اليوم الحمد لله كما كتعرفوا ان هذا النهار ديال 16 مارس تيفكرنا بواحد العام هذه من الايقاف ديال المهنه ديال تمويل الحفلات. والحمد لله واخا كانت توقف ديال المهنه الحمد لله حنا بقينا صامدين وبقينا خدامين باش نوصلوا الصوت ديال الممول للجهات المعنيه. وبالنسبه خصوص رمضان حنا الحمد لله لحد الان مازال ما عندناش شي حاجه شي رؤيه بالنسبه لهذا الشيء، هذا حنا مازال كنحاولوا ما امكن نتسناو، وداك الشيء اللي غيطبق على جميع الاخوان حتى هو يطبق على جميع الممولين، ونتمنى من الله خير والله يرفع لنا الوباء يا ربي.